لا لا ما قدرش كان بيفك ميفك باب يدي 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 يو. السلام عليكم الدراري، معكم يوسف بوسحاق في يوم جديد ورياكشن جديدة في نطاق اننا مازالين في الكلاشات. جاء تلاح واحد تراك براوني معي كلاشيش الدراري لا يح واحد السيجي اللي انا عندي معه مشكل. قرب دراري تيقولوا لي الحرق. مهم بنادم اللي قديم عندي في الشين هنايا غادي يعرف الاستوار ديالي مع الحرق. الله يسهل علينا في هذا الرياكشن وصافي دراري. انتم عارفين البلان دابا اللي طاري ديال مليليا وسبته. مهم ما نبغيش ندوي بزاف هاد المواضيع ولا نشرح. المهم راه باين اصلا المواضيع ديال اليوم فهادشي هذا الطوندونس ديال اليوم راه كلشي راه تشوفوا كلشي بعينيكم. ما نبغيش ندوي في هذاك الشيء بزاف الدراري. تراك براوني الحفره سو باش بلا ما نطول عليكم الدراري. ومن مورا هاد الرياكشن هادي تسناو الرياكشن على السعد تسولي. كلاش بوز. مهم من مورا هاد الرياكشن غادي تلقاو الرياكشن ديالي على سعد سولي. باش بلا ما نطول عليكم الدراري دابا غادي نبدلو شويه الجو فواحد التراك ماشي نبدلو الجو. يا ربي يدوز هاد التراك هذا على خير وصافي. براوني الحفره ماشي حفره غار. سو باش بلا ما نطول عليكم الدراري لك حتى اول مره تشوفني مالك الا انك تبدل تحت فار قاعد دير ديك سبسكرايب دير داك جرس باش تكون الاوائل تشوف فيديوهات ديال يوسف بوسحاق. تلاحوا عندي الانستغرام اللي هو bosha.pro تما غادي تلقاوني ديما. وكيف ما العاده يي او رش سكو براوني قايل لي دير شي كلينيكس قدامك. سكتوا لا نحبس الرياكشن عشيري سكت انت خاصك تسكت. يلا الدراري على بركة الله. الله يلا على بركة الله بالله سر الله. مرحبا بكم السبب. مرحبا الدراري. مرحبا سبتك اترحب بكم. طيبة أبهي على السلامة. مرحبا بديتي تتهرب اخوي. استريم قوي. قبل ما تبدا اخي تنتخيلك كيفاش تقصر على التراك. كيفاش خصك تشرح ليا. داكين لافيش مقود لافيش الصاد لافيش فوتشي راه ما يحس بهذيك لافيش غلي اللي واصل له القالب المعدة. قرب سير تخرج لي الباحة. فوسط كازا بنادم بدون منادم بلادي فيها تخربيق ماشي بحال بلادات بنادم. انا ما مسوقش فوت الاعلام بجد بلاد زيد قدامي كتزاحم كنشوف كنقول اش كاين هادشي انا جينا غنسمع في كلشي وامشي. لا ما نقدرش كان بيفك ميفك باب يدي 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 الخير راه كاين ما عندنا يدي يدي مشي. لا ما نقدرش كان بيفك ميفك باب يدي 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 قود هاد اللقطة. لا ما نقدرش كان بيفك ميفك باب يدي 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 الخير راه كاين ما عندنا باقي هالباب فكروا عندها في الامر ماشي كل عساب. كغني لداك الراجل اللي ما لقى باش يعشي ولادو عرفتي. بعدا كاينه ابار بنادم غادي يشوف براوني بدل السير هذا فهمتي يعني بعيد فهمتي عرفتي شلو وانت سير تصلي فهمتي من هاد السويتش هذا بالرجوله. بعدا كاينه انا نحترم براوني على هاد الاختيار هذا واللعيبات حش حاجة. حتى واحد ما قرر انه يغني على هذا البلان هذا ف
فهمتي، خصوصا في هذه البيريود هادي هو جدر ليها باق فهمتي بلا مزيان العزل. واخا بقى عندي 50 عام قصيدة تراكي تعاود، ما كناش نقادو هادشي اللي كاين، ما كناش نوري لخويا علاش عايش. انا ما كايش انا غندايم مغربي ود الوقت عشيري، عارف فاش كاين، عارف اللي كاين وما باغيش دوي، حيت لحليتي الحدود دقيقة كلشي غيخوي. علاش لا غادي يبقى جالس لك هنا؟ شبالك اتخوي عشيري ولا خليها لي في كومونتير عشيري، سوا كنتي بنت ولا دري. هاد الشيء هذا اللي شفنا مؤخرا في سبته، بنادم باقي على الحما صاحبي، باقي 15 يوم عمره صاحبي بنادم. تخيل معايا واحد عمره 15 يوم اودي كاين وما باغيش دوي، حيت لحليتي الحدود دقيقه كلشي غيخوي. علاش نخوي بلاصي واخا بهادي شي، انا نقاد انا نبقى الحمد لله عايشي. رفسك اش كدير وقت مع الضحكة، عندك يقول لك راسك شي نهار تبع طريق الساكا. الطريقة هي اللي مقودة، الطريقة هي اللي مقودة. دير وقت مع الضحكة، عندك يقول لك راسك شي نهار تبع طريق الساكا. الله يعفو، اما دابا ما دويت انا شاشفت انا ولاد بلادي معذبة تبع طريق الله. عرف اش كيدور، انا في حالي في حالك في الدنيا باغي نعيش فور، باغي نزيد قدام عشيري ما بغيناش اللور. من عندي انا يبقى الريسبكت وبقى اللور. سلام الساط، ما شبعتش من تراك بالرجول. بلان بدا كاين البيت مقود ديال بصح فهمتي. كيفاش الطريقه غنى بها براوني؟ اي لايك ات فهمتي، اي لايك ات، رغم ان بنادم ما يولف ما مولفش براوني بهاد اللعيبه هادي. المهم ليريكس زوينين فهمتي، واحد النوطه اللي عجبتني ديال بصح، نشوف واش نقدر نجبد نيشان. كنشوف كنقول اش كاين هادشي، انا شي نهار غنسمع في كلشي وامشي. لا لا ما نقدرش كنبغي فيك مي فيك باب هادي هادي الولي الخير راك هادي اللي مقودة، هادي هاد النوطة هادي اللي مقودة عجبتني بزاف. سو جايز كان هذا هو التراك ديال الحفرة فهمتي، عرفتي جا قلب لينا الروتين دابا ابي بصحاك. كان زاهي كان زاهي كلاشات لعيبات، جا براوني وهو يقلب. الله ياخذ فيك العقا خاي براوني. ايوا يا الدراري كان هذا هو التراك، مازال ما وقتش حقو 10 كا وقالو جو بونس 10 كا يلا في ساعه، لو جو بونس ساعه ونص هادي. المهم الدراري دخلوا سيبورتيو البلان، دوروا هاد البلانات هادو وتسناو الكلاش. انا دابا بقى مأزم دابا جيت تلاح الكلاش ديال التسولي. سو جايز باش ما نطول عليكم، كان هذا هو البلان ديال براوني الحفره. لك اول مره تشوفني مالك الا انك تصبط لتحت فرقه دي دير موديك سبسكرايب، دير داك الجرس باش تكون من الاوائل تشوف فيديوهات ديال يوسف بوصحه. تلاحوا عند الانستغرام لي بوصحه بون برو، تما غادي تلقاوني ديما. وكيف ما العاده يي 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 اهو رش سكو 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 شو مالك ازاي